السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور محمود سويلم، استشاري علاج الألم والتداخل. حالة النهاردة كانت عاملة عملية جراحة سابقة في العمود الفقري، نتج عنها تليفات والتزاقات وآلام في الفقرات القطنية، والنهاردة إن شاء الله هنعمل حجم تردد حراري على العمود الفقري، وهنسلك الالتزاقات والتليفات اللي سببت في ضيق في القناة العصبية. غير كده المميز في حالتنا النهاردة إنها مريضة سكر وضغط، وعندها مشاكل في القلب والكبد والكلى، وحساسية على صدرها، وعندها مشاكل باطنية كتير جدا. التدخلات اللي احنا بنعملها في علاج الألم تدخل محدود مناسب لجميع الأمراض المزمنة. إن شاء الله هنبذل كل مجهودنا عشان نقلل آلام المرضى بإذن الله.